بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نكمل معكم بشروحات فيسيولوجي سي إن إس من الفريق العلمي للجنة الطب البشري. إن شاء الله اليوم محاضرة جدا خفيفة رح نحكي فيها عن البرين ستيم وعن الموتور نيورون ليجنز. فبسم الله نبدأ. محاضرة جدا بسيطة، الدكتورة أصلا شطبط يعني من ال شطبط خلينا نحكي مجموعة صفحات أصلا من الهاند أوت، تقريبا صفحة ونص، يعني شطبط جزئية السباينال كورد اللي هو قطع السباينال كورد نفسه، حكت إنه هذا الإشي ماخذينه بالأناتومي، وشطبط كذلك الجزئية تاعت الإلكتريسيتي، وهاي حكت إنها إلكتريكال فيسيولوجي بس خذوها للإطلاع، لكن إنها مش مطالبيتنا فيهم يعني. فالمحاضرة جدا بسيطة إن شاء الله، حنحكي فيها كلمتين عن البرين ستيم وتحديدا عن الريتيكولار فورميشن، بعدها حنحكي شوية تجميعات عن الأبر أند لور موتور نيورون ليجنز إن شاء الله. طبعا حتى هاي عبارة عن تجميعة معلومات إحنا ماخذينها قبل، لكن شوية تفصيل على أساس نفهم الموضوع بشكل كامل قبل ما ننهي أمور السباينال كورد وننتقل بعديها لباقي أجزاء السي إن إس. طيب في البداية عندنا ريتيكولار فورميشن. هسه البرين ستيم احنا ما بيهمنا كثير تفاصيله، معظم تفاصيله بالاناتومي، لكن الدكتورة حكت انه احنا بيهمنا بالفيسيولوجي فقط ريتيكولار فورميشن، فرح نفصل بهذا الموضوع الان كونه إلها فانكشنز جدا كثيرة ومتنوعة، فحلو نكون فاهمينها وعارفينها منيح. طيب في البداية إيش هي الريتيكولار فورميشن؟ هي عبارة عن شبكة من الأعصاب Network of Neurons. هاي الشبكة وين موجودة؟ في البرين ستيم. هاي الشبكة المعقدة جدا من الأعصاب بتمتد لعند الدين سيفالون، تمام، وبتنزل كذلك لعند الجزء العلوي من السباينال كورد، تمام. يعني هاي هي الامتداد تاعها، يعني نفس امتداد البرين ستيم تقريبا. بدنا نكون فاهمين انه بتحتوي على عدد كبير من النيوكلياي والسنترز جدا مهمه بالنسبه للجسم، سواء كان على المستوى الاوتونوميك او كان على مستوى اللي هو الجزء الموتور او حتى كذلك في اجزاء سنسوري ايضا، تمام. فحتلاحظ انه في عندي ريسبيراتوري سنترز وكاردييك سنترز، وهذول جدا بيهمونا، وفي عندي ايضا اذر سنترز بتكون مربوطه بالاذر موتور اند سنسوري فانكشنز، تمام. وهذول جميعهم تفاصيلهم يعني في الاناتومي، والدكتوره مش طالبه انه احنا نحفظ تفاصيل يعني ايش هو بالضبط هاي الجزئيه وهاي الجزئيه وهاي الجزئيه، لا، بس احنا بيهمنا الجزء الخاص بالفسيولوجي، تمام. طيب اللي بيهمني انه هاي الشبكه المعقده من الاعصاب في منها جزء سنسوري، يعني راح يستقبل الاسندنج باثويز او سنسوري باثويز، وفي منها جزء موتور راح يقوم بالموتور فانكشنز. اذا الجزء السنسوري وظيفته يقوم بالسنسيشن، الموتور بارت راح يقوم بالموتور فانكشنز، او خلينا نحكي راح يتحكم بالموتور فانكشنز سواء بزيادتها او بتثبيطها زي ما حنحكي كمان شوي. طيب خلينا نحكي الان اكثر عن الجزء السنسوري. لاحظ مثلا الجزء السنسوري فيها هو جزء مسؤول عن السنسيشن، وهذا الجزء يعني راح تيجي سيجنلز من كل الاسندنج باثويز، اي اسندنج اي سنسوري باثوي انت بتتخيله راح يجي له، تمام، سواء كان من البيزال جانجليا، سواء كان من السيريبلم، سواء كان من السبيشال سنسز، سواء كان من السباينال كورد، من الهايبوثالامس، من اي مكان، كل الاماكن ممكن انه اي اسندنج باثوي موجود، اي سنسوري باثوي موجود في الجسم ممكن يوصل لريتيكولار فورميشن الجزء السنسوري منها، تمام. فالجزء السنسوري منها وظيفته يعمل سنسيشن لكل هذول الاسندنج باثويز اللي ممكن انه يوصلوا، لكل هذول الاسندنج باثويز اللي ممكن يوصلوا، تمام. طيب هذا هو الجزء السنسوري، وما في تفاصيل اكثر من هيك، يعني احنا بس نكون عارفين هذا الشيء. وفي عندي معلومه مهمه انه الجزء السنسوري للنيورونز فيه صغيره وبيعتمد على مبدا الانتركونكشنز اكثر، يعني عباره عن وصلات اكثر، لكن كطول ما بيكون طويل، اذا طوله قصير وبيعتمد على فكره الوصلات. شو هي الوصلات؟ يعني يا كونفيرجنس يا دايفيرجنس يا اما الافتر ديسشارج، هاي اخذناهم بالجنرال والدكتوره ما طلبت تفاصيلهم حتى ما ذكرتهم بالشرح يعني، لكنها موجوده بالهاند اوت. الكونفيرجنس اللي هي الالتقاء تاع تو فايبرز وذ وان سنتر، تمام. الدايفيرجنس العكس تماما،
اللي هي انهم ينقسموا، تمام؟ فهذا بخصوص موضوع الجزء السنسوري. خلينا نروح على الجزء، خلينا نحكي المسؤول عن التحكم بالموتور فانكشن سواء بزيادتها او بتثبيتها، تمام؟ بشكل عام هذا الجزء الموتور المسؤول عن التحكم بالموتور فانكشنز بتوصله احداثيات سنسوري من السنسوري بارت تعمين تاع ريتيكولار فورميشن. يعني بمعنى اخر اخونا هذا السنسوري بارت اللي عنده الاحداثيات اللي اجت من السنسوري باثويز راح يبعث شويه احداثيات للجزء مين؟ للجزء الموتور، تمام؟ بحيث ان الجزء الموتور يتصرف او يشتغل او يأثر على الموتور فانكشنز بناء على هاي الاحداثيات اللي وصلته، تمام؟ طيب، واكيد الجزء الموتور فيه لارج نيورونز راح تكون اطول وراح تشكل الاكسونز تاعيته زي افرنت فايبرز او اوتبوت فايبرز، تمام؟ راح تطلع من الريتيكولار فورميشن. طيب، راح تنقسم الى قسمين، هذول الفايبرز اللي راح يطلعوا من الموتور بارت اوف ريتيكولار فورميشن، في منهم راح يكونوا اكسايتاتوري وفي منهم راح يكونوا انهبيتوري، يعني في منهم شيء راح يثبط وفي منهم شيء راح يحفز الموتور فانكشنز، تمام؟ طيب هسا الاشي اللي بيحفز في منه قسمين، قسم رح يطلع للاعلى into the cerebral cortex وقسم رح ينزل للاسفل، تمام؟ اذا انا في عندي هون حكينا وصلتني مجموعة احداثيات من السنسوري باثويز لمنطقة السنسوري بارت اللي حكينا فيه شورت نيورونز. هذا السنسوري بارت بعث هاي الاحداثيات لمين؟ للموتور بارت، على اساس الموتور بارت يتصرف بناء على هاي الاحداثيات اللي وصلته، تمام؟ وبعديها ببعث ايش؟ بعديها ببعث اللي هو الافرنت فايبرز اللي ممكن تكون اكسايتاتوري او ممكن تكون انهبيتوري، تمام؟ طيب هسا ناخذ القسم الاكسايتاتوري لحال والقسم الانهبيتوري لحال. طيب القسم الاكسايتاتوري راح يكون له اسم مهم اللي هو بنسميه باسم البونتاين اكسايتاتوري ريتيكولار فورميشن، يعني موجوده في البونس. الاهم من ذلك كذلك انه راح يكون فيها انترنسيك اكتيفيتي، يعني بمعنى اخر شو يعني كلمه انترنسيك اكتيفيتي؟ شرحناها المحاضره الماضيه ببساطه، انه هي مش بحاجه لباقي المحطات اللي موجودة في الـ upper motor centers عشان تفعلها، لا هي قادرة على تفعيل نفسها بنفسها أو بتشتغل لحالها، بتشتغل بشكل أوتوماتيك، تمام؟ وزي ما حكينا بتنقسم لقسمين، تمام؟ هسا الموتور اريا هاي اللي حكينا موجوده في البونس واللي حكينا انها بتشتغل بشكل اوتوماتيك او بشكل انترنسيك، راح تعطي لي ايش؟ راح تعطي لي تو فايبرز، فايبر اكسايتاتوري للاعلى وفايبر اكسايتاتوري للاسفل. هسا للاعلى هذا راح يروح باتجاه الكورتيكال ارياس او للكورتكس بشكل عام، بيعملوا هاديشنز انتو سيريبرال كورتكس، تمام؟ وهذا ايش وظيفته؟ وظيفته يشغل لي الكورتكس، تمام؟ بيشغلنا الكورتكس اللي موجوده عندي اياها هون. ليش بيشغل لي الكورتكس؟ عشان يعمل لي أروزل أو يقظة، عشان يخلي البني آدم هذا مصحصح، تمام؟ وفهم الموضوع منيح. طيب شو اسمهم هدول الفايبرز أو نظام الفايبرز هذا اللي بطلع من الجزء الموتور الإكسايتاتوري من البونس into what into the cerebral cortex؟ هذا الاشي بسميه باسم اللي هو الـ ascending reticular activating system. ليش ascending؟ لأن طلع لا مين؟ طلع لا اللي هو cerebral cortex. ليش reticular؟ لأنه ببساطة reticular formation تحديدا في الجزء اللي هو الموتور منها تحديدا في البونس، تمام؟ والإكسايتاتوري أيضا، تمام؟ ليش activating system؟ لأنها إكسايتاتوري، تمام؟ شو اختصارها؟ ARAS، تمام؟ وهي حنفصل فيها كمان شوي وشو الفانكشنز تاعتها وشو الفائدة منها، تمام؟ لكن بشكل عام هي الآن بتروح لعند السيريبرال كورتكس، ليش؟ عشان تخليها تصحصح، تمام؟ طيب النيرف فايبرز الثانية راح تنزل لتحت، النيرف فايبرز الإكسايتاتوري الثانية، الإكسايتاتوري الموتور الثانية راح تنزل لوين؟ راح تنزل للأسفل، تمام؟ وهي حكينا عنها سابقا وحكينا إنه إلها دور في الكنترول تاع الستريتش ريفلكس. لما حكينا عن محاضرة الستريتش ريفلكس، المحاضرة مش محاضرة 4، محاضرة 5، حكينا إنه إحنا في عندي عندي كنترول على الستريتش ريفلكس من الهاير سنترز، تمام؟ ليش في عندي كنترول؟ بسبب وجود الإفرنت جاما فايبرز، تمام؟ طيب بيحكي لك إنه ببساطة إحنا بنقدر نتحكم بالإفرنت جاما فايبرز عن طريق الإيش؟ عن طريق ال 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 السوبراكرينيال ايش؟ السوبراكرينيال
عن طريق خلينا نحكي المناطق العلويه من اللي هو الابر موتور ارياس بالضبط. تمام، هاي الابر موتور ارياس من امثلتها كان عندي فيتيكولار فورميشن، تمام، وحكينا انه هاي رح تتحكم يا بشكل اكسايتاتوري يا بشكل انهبيتوري بالريفلكس هاي. تمام، يعني لما تنزل للاسفل لعند سباينال كورد قبل ما توصل لعند الانتيريور هون سيل عشان تدور على الالفا جاما فايبرز، تمام، عشان تدور على الجاما فايبرز، تمام، ببساطه ايش بتعمل؟ بتنزل لي تو باثويز، باثوي بيكون انهبيتوري وباثوي اخر بيكون ايش؟ باثوي اخر بيكون استيميلاتوري. تمام، هسه الاستيميلاتوري بينزل فينترال على طول، بينما هذاك بينزل ايش؟ بينما الانهبيتوري بينزل لاترال. تمام، طيب الخلاصه انا في عندي في عندي سنسوري بارت وفي عندي موتور بارت. الموتور بارت وظيفته يتحكم بالموتور فانكشنز، رح نقسمه الى قسمين، قسم بحفز للموتور فانكشنز، قسم بيظبطها. القسم اللي بحفزها ممكن يحفز الكورتكس وممكن يحفز الريفلكسز. إذا حفز الكورتكس بيطلع على الأعلى وبنسميه ascending reticular activating system. إذا حفز لي اللي هو الـ إذا حفز لي اللي هو ال reflexes بيروح عند ال anterior horn cells عشان يحفز لي اللي هو الجاما motor neurons، وبنسميه باسم ال ventral reticular spinal tract. تمام، وطبعا أكيد يعتبر descending. حلو، تنساش إنه ventral عشان excitatory، هي حكينا عنها برضه المحاضرة الماضية. طيب inhibitory reticular formation هاي العكس تماما، اولا مش موجوده في البونس، موجوده في المدله يعني لتحت بشوي. الشغله الثانيه ما فيها intrinsic activity، هون كان في عندي intrinsic، هون ما في عندي intrinsic activity، يعني بحاجه لتفعيل باقي الهاير موتور سنترز عشان تشتغل. تمام، طيب وشو كمان بتعمل؟ بتعمل اللي هو حكينا descending bilateral reticular spinal tract. عشان شو تعمل؟ عشان تعمل inhibition للspinal gamma motor neurons، يعني ببساطة بتعمل inhibition للreflexes ببساطة. تمام، وهون يعني تذكير من المحاضرة الماضية ايش هي الارياز اللي ممكن تفعل لي الـ excitatory reticular formation وايش الارياز اللي ممكن تفعل لي inhibitory reticular formation، بس هاي المفروض يعني شرحناها وفصلناها وفهمناها من المحاضرة الماضية. طيب functions of reticular formation، اذا فهمنا الان تقسيمة reticular formation ايش هي. طيب اخر ايش عندي اياه اللي هو functions. بالنسبة للfunction احنا راح يكون في عندي اهم function عندي اياه اللي هو الكنترول تاع، هي مش اهم function يعني، لكن احد اهم الفانكشنز اللي هي الكنترول اوف كونشسنس. تمام، يعني بمعنى اخر لازم يكون بتحكم بمدى الوعي او بمدى اليقظه تعيت مين؟ تعيت هذا البني ادم، عن طريق النظام اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو بيطلع للكورتكس وبيكون اكسايتاتوري اللي هو الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، رح نحكي عنه كمان شوي بشكل مفصل. تمام، الشغله الثانيه حكينا بتحكم بالستريتش ريفلكس وبالتالي بتحكم بالمسل تون. تمام، سواء كان بتثبيطها او كان بايش او كان بتحفيزها، وحكينا هذا الشيء مربوط بشيء بسميه ريتيكولو سباينال تراكت، يعني بيجي من الريتيكولار فورميشن وبيروح نحو السباينال كورد. تمام، فهاي شغله مهمه. الشغله اللي بعديها اللي هي فكره البين انهبيشن. طيب البين انهبيشن متى حكينا عنها؟ هاي محاضره ثلاث كنا نحكي انه ضمن الان ال جي 6 سيستم في عندي سنترال بارت وفي عندي بيريفرال بارت، بيجي عند كبسه البي اي سي وايش بيعمل فيها؟ وبيجي وبيفعلها. طيب مين اللي كان يفعل البي اي سي من السنترال اريا؟ حكينا مجموعه محطات، المحطه قبل الاخيره كانت مين؟ كانت الار ام ان اللي هي الريفي ماجنس نيوكليوس، هاي موجوده بالريتيكولار فورميشن وهاي بتفرز مادة بسميها باسم السيروتونين. السيروتونين، تمام، السيروتونين حكينا شو بيعمل؟ بحفز للبي اي سي، والبي اي سي لما تشتغل بتثبط لي البين باثويز، وبالتالي شو بتعمل؟ وبالتالي بتعمل بين انهبيشن. تمام، طيب في عندي كذلك كنترول اوف سليب، في عندي تو سبيسيفيك سنترز، هذول بالغالب رح ناخذهم في البيزل جانجليا يعني مش بمحاضرات الان. اللي بعديها اللي هي كنترول فيسال فانكشنز. تمام، حكينا في البداية أنه في عندي عدد من النيوكلياي المهمة جدا، عدد من السنترز المهمة جدا زي الريسبيراتوري والكاردياك. تمام، فهو بيتحكم فيهم من خلال هذول السنترز، وبالتالي بيتحكم بالفيسال فانكشنز لأنه عنده هذول السنترز. السنترز هاي شو بتعمل؟ بتتحكم بالأوتونوميك نيرفس سيستم من خلال اللاترال هورن سيلز تاعت الأوتونوميك نيرفس سيستم. معروف أن اللاترال هورن سيلز رح يطلع منه فايبرز أوتونوميك، هذول الفايبرز الأوتونوميك أنا بقدر أتحكم فيهم من خلال السنتر العلوي اللي حكينا عنه قبل شوي، سواء كان الكارديك سنتر او كان الريسبيراتوري سنتر او غيره من السنترات الموجوده في الريتيكولار فورميشن. تمام،
هيك الامور 100%. فهمنا شو هي ريتيكولار فورميشن، وفهمنا انها بتنقسم لاقسام، قسم سنسوري وقسم موتور. وحكينا الموتور في منه اكسيتاتوري، في منه انهبيتوري، وحكينا الاكسيتاتوري في منه اسندنج وفي منه ديسندنج، وحكينا الفانكشنز العامه تاعت ريتيكولار فورميشن. طب خلينا نفصل بس بمثال مهم جدا اللي هو الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او الاي ار اي اس. تمام، طيب هذا شو وظيفته ببساطه؟ هذا أخونا بالله مسؤول بشكل أساسي عن موضوع إيش؟ عن موضوع الوعي وعن موضوع اللي هو اليقظة والإدراك. تمام، وبالتالي ببساطة لو كان هذا النظام مش شغال، شو بتوقع هذا البني آدم عنده؟ إيش؟ يا إما سليب بشكل طبيعي، يا إما داخل بكوما. يعني إذا هذا النظام كان في عندي مشكلة فيه رح يدخل بكوما. تمام، إذا كان هذا النظام الاكتيفيتي تاعيته قلت رح يكون في عندي سليب. تمام، طب اذا كان النظام شغال منيح رح تضلك مصحصح زي اخونا بالله. تمام، طيب الان خلينا نحكي الان عن موضوع اللي هو ايش هو اصلا الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. هسه هو عباره عن تجمع كبير ومعقد من النيرف فايبرز موجوده وين؟ موجوده في الريتيكولار فورميشن زي ما حكينا قبل شوي، وانها تابعه للجزء الموتور والجزء الفاسيليتاتوري منه، وبتشكل مجموعه افرنت فايبرز بتطلع منه. تمام، وهي الافرنت فايبرز حكينا وين بتطلع؟ بتطلع باتجاه الكورتكس. اذا هو مالتي نيورونال بولي سينابتيك سيستم، سيستم معقد فيه مليان سينابسس بتصير فيه. تمام، ووظيفته يعمل فاسيليتيشن لمين؟ للسيريبرال كورتكس زي ما حنحكي كمان شوي. تمام، طيب هسه هو طالع للسيريبرال كورتكس، يا اما بيطلع دايركت على السيريبرال كورتكس مباشره. تمام، يا اما بيطلع لعند الثلمس، ومن الثلمس بيطلع لمين؟ بيطلع للسيريبرال كورتكس. تمام، الغالبيه انه بيطلع للثلمس ثم لوين؟ ثم للهذا، لان حكينا بولي سينابتيك وانه بشكل عام طريق طويل، فالاسهل عليه يروح للثلمس ياخذ راحه بعديها يطل طالع لوين؟ تمام، لعند السيريبرال كورتكس. تمام، وهذا الشيء شو بسميه؟ ريتيكيولو ثلمو كورتيكال باثوي. تمام، بس وهي هي طبعا هو بيعمل ديفيوز على كل الكورتيكال ارياز. تمام، بالضبط، بروجكت ديفيوزي تو اولموست اول بارتس اوف سيريبرال كورتكس. تمام، طيب طبعا لما يوصل هون شو بيعمل فيها؟ بفاعلها. تمام، طيب خلينا نحكي عن دوره. حكينا هو بيتحكم بالالكتريك اكتيفيتي او السيريبرال كورتكس. تمام، وبالتالي بحفز موضوع الكونشسنس، وبحفز كذلك اللي هو الاليرت ريسبونس، وبيعمل ريدكشن للاكتيفيتي اللي بتؤدي للسليب. تمام، يعني منطق، انت بتفعل النظام اللي بيصحيك، فبدك تثبط النظام اللي ايش بيعمل؟ اللي بيخليك تنام. وبالتالي هو بيقلل الاكتيفيتي ذات ليد تو سليب، او بيقلل بالضبط الاكتيفيتي اللي ممكن تؤدي للسليب، وبيحفز الاشي اللي بيخليك تصحصح في اللي هو، يعني بيخلي السيريبرال كورتكس كثير شغال بحيث تضلك مصحصح. تمام، بس هاي هي الفكرة تعيت ايش؟ تعيت الفانكشن وايش هو بالضبط الاي ار اس. طيب ايش الاشي اللي بيحفزه وايش الاشي بيثبطه؟ ببساطة ايش الاشي اللي بيخليك تصحى وايش الاشي اللي بيخليك تنام. تمام، يعني الاشي اللي بيساعدك انك تصحى وايش الاشي اللي بيساعدك انك تنام. الاشي اللي بيساعدك انك تصحى هو السنسوري سيجنالز. تمام، السنسوري سيجنالز كيف يعني؟ يعني واحد اجى يصحيك، او صوت، او ضوء، من ضمن ذلك ضوء التليفون على سبيل المثال. تمام، او مثلا ضوء الغرفة، على كل اي شيء من هذا القبيل، واهم واحد بيناتهم اللي هو البين، لانه كثير حيأثر. تمام، هاي كلياتها بتخليك مصحصح. تمام، احيانا بيكون الموضوع مربوط بالسيريبرال كورتكس، يعني السيريبرال كورتكس تبعث للاي ار اس مثلا انا في عندي ايموشنز معينه، انا في عندي مثلا فولنتري موفمنتس معينه عم بقوم فيها، فبترسل سيجنالز لمين؟ للريتيكولار فورميشن، بتأدي لتحفيز الاي ار اس. يعني واحد قام بده يلعب رياضه، تمام، عشان هيك بحكي لك الرياضه بتخليك تصحصح. تمام، لانه ببساطه لما انت تلعب رياضه رح يحفز لك مين؟ نظام الاي ار اس، لانه انت رح تقوم بفولنتري موفمنتس، لما تقوم بعدد كبير من الفولنتري موفمنتس هيك انت رح تحفز الاي ار اس. تمام، كذلك الايموشنز. تمام، يعني واحد متحمس كثير مثلا لانه في عنده شغله كثير يعني كان متحمس لها، او مثلا في عنده كثير شغله منتظرها من فتره طويله رح تصير بكره، بيكون كثير متحمس، خصوصا الاطفال الصغار مثلا، بتلاحظ انه بيكون كثير متحمس مثلا ثاني يوم عيد، ثاني يوم مثلا في
طلعه معينه بده اياها، اي شيء. لما يكون متحمس كثير لثاني يوم بتلاحظ انه ما بينام طول الليل، تمام. احيانا العكس ممكن يكون مثلا ستريس جدا كبير اثر على الايموشنز بطريقه معينه خلته ما ينام، تمام. ببساطه نكون فاهمين انه الايموشنز وانه الفولنتري موفمنتس هي عباره عن سيجنالز بتيجي من السيريبرال كورتكس، وايش بتعمل؟ بتحفز اللي هو الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، تمام. طيب بعض الأدوية برضو بتحفز هذا النظام، بعض الأدوية بتحفز هاي النظام، يعني بمعنى آخر اللي هم المنبهات أو الأناليبتكس، تمام، زي مثلا القهوة، زي الكافيين، زي الأمفيتامين، الكاتيكول أمينز، هدول بيخلوك تصحصح. كيف بيخلوك تصحصح؟ بحفزه نظام الأسندنج ريتيكولار أكتيفيتنج سيستم اللي بدوها بحفز السيريبرال كورتكس إنها تضلها صاحية، وبيقلل الأكتيفيتيز اللي ممكن تؤدي لحدوث للسليب، تمام. طيب العكس تماما الفاكتورز اللي ممكن تقلل لي اللي هو الـ ARS أكتيفيتي، تمام، أو الإشي اللي ممكن يقلل لي اللي هي هذا عمل هذا النظام. الاشي اللي حيقلله هو الاشي اللي بيخليك او بيساعدك انك تنام ببساطه، يعني الاشي اللي حيخليك او الاشي اللي حيساعدك انك تنام هو الاشي اللي حيثبط هذا النظام. زي كيف؟ يعني تطفي الضوء، تمام، توطي الصوت، شو كمان مثلا، يعني تقلل السنسوري باثويز، تخفض الالم، تمام. هاي كلياتها لما انت قللت السنسوري باثويز ببساطه صرت بدك تنام، تمام. كذلك لو صار عندنا تحفيز للسليب سنترز، برضو هذا مش بالمحاضره هاي رح نفهمه، ببساطه اذا تحفز السليب سنتر بتحفز عندي الاكتيفيتي، الاكتيفيتيز اللي ممكن تؤدي للسليب، وبالتالي بتحفز، بالتالي بصير عندي تثبيط للاي ار اس، تمام. طيب اوكي، هسه هدول جدا مهمات. لو واحد عنده ليجن بالاي ار اس بالاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، لو واحد عنده ايش؟ لو واحد عنده ليجن فيه، شو بتتوقع يكون في عنده؟ كوما، تمام؟ طيب لو واحد عنده لو انا بدي اعمل عمليه وبدي اخدر البني ادم هذا، تمام؟ بدي اعطيه ادويه مخدره، تمام؟ بدي اخدره، ايش مبدا عمليه التخدير؟ تمام؟ مبداها ببساطه انه انا بعمل ديبريسنج ل الاكتيفيتي تعيد هذا النظام، تمام. ببساطه بعمل ديبريسنج للاكتيفيتي تعيد هذا النظام. طب كيف انا بعمل ديبريسنج لها؟ شايف مش هو حكينا في البدايه انه هو بولي سينابتك، تمام، يعني في كثير سينابسس. طيب اعمل لي بلوك للسينابسس اللي بتصير وخلصنا، تمام. وبالتالي بتعمل انهيبيشن للسينابتك ترانسميشن بين النيورونز الموجوده في هاي الشبكه المعقده داخل الريتيكولار فورميشن، تمام. وبالتالي هيك انا بخليه ايش ماله؟ بخليه ينام. طيب هيك احنا بنكون انهينا اللي هو الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، فهمنا بالبدايه ايش هو، ثاني شيء فهمنا شو الفائده منه، حكينا شو الاشياء اللي بتحفزه، شو الاشياء اللي بتثبطه. طيب خلينا الان نحكي عن اخر مواضيع اللي هو اللي عندنا اياها، هو موضوع ملوش دخل بالبرين ستيم، يعني احنا خلص هيك انهينا الشيء اللي بدنا نعرفه عن البرين ستيم، تمام. هذا الموضوع مربوط بالسباينال كورد، يعني خلينا نحكي هيك احنا بنختم او بننهي تماما اي شيء له دخل بالسباينال كورد والبرين ستيم، وبنقدر بعديها ندخل بشله البيزل جانجليا والدينسيفالون واللي هو السيريبرال كورتكس والسيريبلم، تمام. طيب ماشي، بالنسبة للأبر أند لور موتور نيورون ليجنز، هون حنفصل بالموضوع أكثر. في البداية عشان إحنا نفهم الليجن بدي أفهم شو يعني كلمة أبر موتور نيورون وشو يعني كلمة لور موتور نيورون. بالمناسبة هاي إحنا أخذنا أمثلة، يعني موضوع الأبر موتور نيورون ليجن أخذنا مثال عليه وتطبيقات عليه مربوطة بالريفلكسز بالمحاضرتين الماضيات، تمام. لكن الآن بدنا نفهم الموضوع بشكل موسع أكثر قبل ما ننهيه بشكل كامل، تمام. طيب إيش يعني كلمة أبر موتور نيورون وإيش يعني كلمة لور موتور نيورون؟ ببساطة اي شيء بيكون موجود فوق النيوكليوس والافرنت فايبرز اللي بتطلع منها، فوق يعني فوق الانتيريور هون سيل والفايبرز اللي بتطلع منها، اي شيء فوقهم، اي شيء فوقهم هذا ايش بسميه؟ ابر موتور نيورونز. اي شيء موجود فوق مستوى الانتيريور هون سيل النيوكليوس تعيدها والافرنت فايبرز اللي بيطلعوا منها، تمام، اي شيء فوقهم هذا بسميه ابر موتور. اي شيء من عند الانتيريور هون سيل وانزل من النيوكلياي ومن خلينا نحكي الفايبرز، تمام، هذا بسميه باسم ايش؟ بسميه باسم اللور موتور نيورونز، تمام. طيب
فهاي هي فكرة الأبر موتور، هاي هي فكرة اللور موتور، تمام؟ طيب هسا أحيانا بيكون الموضوع مربوط بالكرينيال نيرف، إنه أنا في عندي موتور كرينيال نيرف، فأنا شو بطبق هون وقتها؟ بطبق فكرة إنه أنا في عندي نيوكلياي موجودة في الموتور كرينيال نيرف، أي إشي قبل النيوكلياي هاي والإفرنت فايبرز اللي بطلع منها بسميه باسم إيش؟ بسميه باسم الأبر موتور نيورون، تمام؟ بس مش كثير مهم نعرف، يعني إحنا بيهمنا أو الإشي التطبيقي أكثر هو هذا الإشي، تمام؟ بس يعني حلو نكون فاهمين إنه أنا برضه في عندي موتور كرينيال نيرف إلها نيوكلياي، أي إشي قبلها يعتبر أبر موتور نيورون، أي إشي منها وإطلع، أي إشي منها وإنزل قصدي بسميه باسم اللور موتور نيورون، تمام؟ طيب أوكي. طيب هسا الأبر موتور نيورون يعني بدي أفهم أنا شغلة معينة، وبدي يعني بدي أطبق الآن مجموعة شغلات عليها عشان إحنا نقارن لو صار عندي ليجن هون أو ليجن هون، بس في عندي شغلة بدي أفهمها. طيب الأبر موتور نيورون بتتحكم بشكل أساسي بإيش؟ بشغلتين، بريفلكسز، والشغلة الثانية اللي هي مين؟ الفولنتري أكشن. يعني ببساطة ما حتقوم أنت بأي فولنتري موفمنت للسكيليتال مسل إلا إذا السيريبال كورتكس حكت لك اعمل، تمام؟ وبالتالي شو معنى هذا الاشي؟ لو انا ما كانش عندي لو كان عندي الابر موتور نيورون ضارب، معناته انا ما راح يكون في عندي اوامر علويه بتؤمر السكليتال مسلز انه يلا اعمل لي هاي الاكشن، لانه بطل في عندي ايش؟ سيجنالينج، بطل يوصلني اوامر من فوق، بطل يوصلني رسائل من المناطق العلويه من جهه السيريبال كورتكس، تمام؟ ليش؟ لانه المسار اللي بنقل الرساله اتوفى، تمام؟ باختصار. طيب السؤال الحقيقي انه هل دور الابر موتور نيورونز بموضوع الريفلكسز انهبيتوري ولا استيميليتوري؟ لا، هو الاثنين فعليا. فبدنا نفهمه انه لو صار في عندي ليجن، تمام، لو صار في عندي ليجن الجزء الانهبيتوري راح يصير اقل والجزء الاستيميليتوري راح يصير اعلى. يعني بمعنى اخر شو راح يصير؟ احنا في عندنا راح يصير في عندي شغل اكبر للريفلكسز، تمام؟ اوكي، وهذا الشيء يعني شرحناه بشكل مفصل لما كنا نحكي عن الستريتش ريفلكس. طيب في المقابل اللور موتور نيورونز، تمام، مختلف عن الأبر، تمام. ليش؟ لأنه ببساطة أنا بوصلني أوامر بشكل طبيعي، لكن الفايبرز اللي واصل لهاي العضلة ماكل هوا، تمام، أو النيوكلياي اللي بتطلع منها الفايبرز ماكل هوا، تمام. إذا أنا بتوصلني أوامر طبيعي وكل إشي 100% ما عندي مشكلة بالجزء الأول، لكني عندي مشكلة إنه الفايبرز اللي عم توصل للعضلة شمالها ماكل هوا، أو النيوكلياي اللي طالع من الأنتيريور هونسا ماكل هوا، تمام. طيب كيف أقدر أميز بين هذا وهذا كلينيكالي؟ كيف بقدر أميز بيناتهم كسيمبتومز؟ وكيف بقدر أميز بيناتهم؟ يعني بدنا نفهم إيش الفروقات بيناتهم بشكل مفصل، تمام؟ طيب السؤال الحقيقي، هل الريفلكس رح تشتغل هون ولا هون؟ هذا الإشي رح نفهمه أيضا كمان شوي. طيب خلينا نبدأ أول إشي عشان نمشي إحنا بشكل متسلسل وفهمين الموضوع منيح. في عندي upper motor neuron lesion و lower motor neuron lesion. فهمنا شو يعني upper motor neuron وفهمنا شو يعني lower motor neuron. الآن نأخذ lesions تاعتهم. أولا شو الأسباب اللي بتخلي lesions تحدث في upper motor neuron؟ بالعادة اللي هو CVA، بالعادة بتكون CVA، يعني بمعنى آخر يا بيكون صافي عنده hemorrhage، بيكون صافي عنده thrombosis، يعني cerebral vascular accident هي اللي بالعادة ممكن تؤدي لمشكلة تؤدي لأبر موتور نيورون ليجن، تمام؟ بينما اللور موتور نيورون ليجن يا بيكون عنده دي ام، تمام، على البارت البريفرال، او احيانا بولي نيوروباثي، يعني البارت هذا مضغوب، يا اما النيوكلياي نفسها بتكون ضابه بسبب البوليو او ما يعرف باسم البويلو مايلايتس، تمام؟ بس هذا الاشي بطل موجود، يعني البويلو مايلايتس بطل اشي بالعاده احنا بنشوفه لانه البوليو نفسه بطل موجود. فبالعاده احنا المشاكل اللي نتعامل معها اللي هي النيوروباثي، بريفرال نيوروباثي، تمام؟ يعني يا اما بولي نيوروباثي يا اما دي ام. في طبعا امراض كثيره للموضوع، لكن انا بيهمني نكون فاهمين انه بتكون عندي مشكله في اللور موتور، مثال على كل واحد، يعني اما كاسباب الاسباب ما بتخلص، يعني مليان اسباب، تمام؟ بس بيهمني نكون عارفين كم من سبب عن الموضوع. طيب خلينا نحكي اول شيء extent of paralysis، يعني لو انا صار عندي upper motor neuron lesion او lower motor neuron lesion، ايش المناطق اللي راح تنشل او ايش المناطق اللي حيصير لها paralysis، تمام؟ طيب هسه القاعده تقول انه التو ليجنز راح يؤدي لحدوث paralysis of skeletal muscles، يعني لو انت بدك تؤمر هاي العضله انها تتحرك ما راح تتحرك، تمام؟ اوكي، ليش؟ لسببين، يا اما انا ما فيش عندي اوامر علويه، الرسائل العلوية ما عم توصلني، تمام؟ يا إما إيش؟ يا إما أصلاً الفايبر الطرفي المسؤول عن تحريك العضلة مضغوط،
تمام. اذا يا اما لانه الاعصاب الطرفيه المربوطه بهاي العضله مضروبه، تمام، او خلينا نحكي النيوكلياي حتى اللي او النيوكلياي حتى اللي بتتحكم فيها برضه مضروبه. معنى اخر، يا اما بتكون المشكله lower motor، يا اما بتكون مشكله upper motor، تمام. يا اما ما عم بوصلني رسائل من الابر ارياس، يا اما اللور ارياس مش شغاله عندي. جميع الاحوال سواء هاي او هاي الفولنتري موفمنتس اكس عليها، تمام، الفولنتري موفمنتس اكس عليها، لكن ممكن بعض الانفولنتري موفمنتس تضل، وهذا الشيء رح نحكي عنه كمان شوي. وبرضه ايش بدي اكون عارف، ممكن بعض العضلات تضلها عايشه، او خلينا نحكي بعض العضلات تضلها تقوم بوظائفها. طيب هذا الاشي مربوط بايش؟ هذا الاشي مربوط باني اعرف الاكستنت اوف باراليسيس، يعني ايش الاماكن اللي حيصير لها باراليسيس، تمام؟ طيب هسه بحكي لك في حاله الابر موتور نيورون ليجن رح يكون الموضوع وايد سبريد، ومنطق لانه انت اذا الرسائل من فوق ما عم توصلك، فاي اشي بيريفرال، اي اشي لور موتور ما رح يكون اصلا شغال، تمام؟ لانه انت اصلا الاوامر العلويه عندك ما عم توصل، تمام؟ بينما lower motor neuron region فرح يكون more ايش؟ more localized، حسب شو السيجمنت اللي ضرب، حسب السباينال كورد اللي ضرب بانو سيجمنت، حسب الافرنت فايبر اللي ضرب بانو مكان، تمام؟ يعني حسب المكان اللي ضرب فيه بيختلف عندي شو المكان اللي بيصير له paralysis، تمام؟ او قديش مدى paralysis تاعنا. طيب هسا السايت اوف paralysis يا اما بيكون بنفس المنطقه اللي صار فيها المشكله، يعني يمين صار عندي مثلا مشكله في السيريبرال هيمسفير اللي على اليمين، تمام. هل تتوقع ان الموتور نيورون اللي راح يضرب هو الابر موتور نيورون ليجن اذا كان على اليمين فراح يضرب الحركه على اليمين ولا على الشمال، تمام؟ طب ولو كانت المشكله لور موتور نيورون، يعني الانتيريور هون سيل كانت على اليمين اللي ضربت، او كانت الافرنت فايبرز اللي على اليمين ضربت، هل تتوقع المشكله تكون بنفس السايد ولا كونترالاترال؟ طيب هسا في اللور موتور نيورون قطعا راح تكون اون ذا سيم سايد، ابسيلاترال، دائما ابسيلاترال او من نفس الاتجاه. الليجن يمين المشكله يمين، الليجن الشمال المشكله شمال، تمام؟ المشكله بشوفها شمال. طيب بينما في الابر موتور نيورون ليجن لا، ممكن اشوف المشكله يمين، ممكن اشوف المشكله شمال، تمام؟ اذا هي ليست طريقه للتمييز بين ايش وايش، يعني ما بزبط انا احكم كلينيكالي انه هذا البني ادم عنده ابر موتور نيورون ليجن لانه والله اكتشفت انه في عنده مشكله في اليمين وصافي عنده ايش؟ وصافي عنده خلينا نحكي حركة، مشكلة الحركة كانت في اليمين، تمام؟ طيب الخلاصة انه انا في عندي هون سايت اوف باراليسيس رح يكون ابسيلاترال، يعني صار انا في عندي ليجن في المنطقة اليمين رح افقد الحركة باليمين، هون فقدت، هون صار في عندي ليجن في المنطقة اليمين بيختلف معي هل رح افقد الحركة باليمين او الشمال، حسب وين؟ حسب الريجن اللي صار فيه. إذا كان في الانترنا كبسول، تمام، في المناطق العلوية فرح يكون موضوع كونترالاترال، تمام؟ لكن في حال كان في السيرفايكال ليجن رح يكون ابسيلاترال، وهذا الشيء مربوط بفكرة الديكاستيشنز، تمام؟ يعني شوية اناتومي انك تكون عارف وين مكان الديكاستيشن، وبناء عليه بتحكم انه هل رح يصير في عندك كونترالاترال ولا ابسيلاترال، تمام؟ طيب الريكفري، مين احسن بالريكفري؟ طبعا اكيد هو مين اللي ممكن يتحسن، مين ممكن يتعالج، او مين في امل يتعالج؟ اللور موتور نيورون ليجن. ليش؟ لانه ممكن تكون المشكله بس من الافرنت فايبر، طبعا لو كانت المشكله في النيوكليوس لا يعالج، لو كانت المشكله في الافرنت فايبر فاحنا اخذنا بالجنرال انه في عندي شويه مايلينيشنز، هدول المايلينيشنز والمايلين شيف ممكن يكون لها دور في تجديد النيرفز او في تجديد الخلايا العصبيه، بينما غيابهم في الابر موتور نيورون ليجنز او في الابر موتور نيورونز، غياب هاي الشغلات ولانه معظم المشاكل رح تكون في النيوكليوس اصلا مش في النيرف فايبر، تمام؟ بينما هون المشكلة ممكن تكون بس عبارة عن نيرف فايبر، بالمناسبة النيرف فايبر أصلا بيكون كثير طويل، بينما في الأبر موتور نيورونز معظمهم بيكون أصلا شورت نيورونز، وحتى اللونج نيورونز ممكن تكون المشكلة في السيل باديز أكثر من أن تكون المشكلة أصلا بهذا الموضوع. على كل بغض النظر غياب النيوروليما او غياب موضوع المايلين شيث في اللي هو الابر موتور نيورون ليجنز راح يخلي موضوع ريكفري شبه مستحيله، تمام. لانه صعب، ما بتقدر تجدد الخلايا العصبيه، تمام؟ يعني خلص الخلايا العصبيه مثلا اللي ماتت بالبرين ما راح تتجدد، تمام؟ الخلايا العصبيه اللي ماتت والله في الابر موتور ما راح تتجدد، خلص يعني ودعت، تمام؟ على عكس مثلا مين موجوده في البي ان اس، ليش؟ الموجودات في البي ان اس اللي تابع للو، يعني مش تابع، هو تصنيف اخر، لكن المقصد انه الموجود في البيريفيرال نيرفز، تمام؟ في عندك مايلينيشن وبالتالي ممكن يصير في عندي تشديد، تمام؟ طيب الجزئيه اللي بعديها اللي هي المسلتون، هذا الشيء مربوط بفكره انه هل هذا المكان حيصير فيه ريفلكسس ولا لا؟ وهل هذا المكان حيصير فيه ريفلكسس ولا لا؟ تمام؟ طيب
السؤال حقيقي، لو الابر موتور نيورون ليجن صار، هل احنا راح نفقد الريفلكسز ولا لا؟ القاعده تقول انك ما راح تفقد الريفلكسز. ليش؟ لانه اول شيء شرحناه بالمحاضره الماضيه بشكل مفصل، وكنا نحكي انه الريفلكس الريفلكس بالعكس يعني راح تزداد في حالات الابر موتور نيورون ليجن. ليش راح تصير زايده؟ لانه ببساطه الريتيكولار فورميشن مثلا لو صار فيها الليجن تمام، فالمناطق الانهبيتوري راح تقل والمناطق الاستيميليتوري ممكن تصير فعاله بطريقه او باخرى. المهم الشيء اللي انا بدي اوصله انه حتكون في عندي زياده في الجاما ديستشارج، وبالتالي بيخلي الريفلكس اعلى في حاله الابر موتور نيورون ليجن. يعني مش بس موجود لا، بل اعلى ايضا، اعلى من الانسان الطبيعي. وعشان هيك احنا بنقدر نشوفه بموضوع التندون جيركس، بنقدر نشوفه ايضا ببعض الريفلكسز الاخرى اللي احنا نحكي عنها معنا شوي تمام. طيب بس السبب المنطقي انه انت كريفلكس هي something involuntary، وبالتالي هل انت بحاجه اصلا للرسائل اللي بتجيك من فوق؟ فعليا لا، انت مش بحاجه للرسائل اللي بتجيك من فوق، لانه مين اللي بيشغل الريفلكس اصلا؟ هو شيء طرفي تمام، يعني هو عباره عن stretching وليس ايش، وليس central signals. central signals نعم بتتحكم، لكنها مش الاشي اللي بيشغل اللي هو الريفلكس. اوكي، وهي ايضا معلومه جدا مهمه ولازم نكون فاهمينها منيح. طيب هاي بخصوص موضوع اللي هو الـ upper motor neuron lesion، وموضوع خلينا نحكي الـ reflexes تمام. طيب في lower motor neuron lesion، مو انت حتى لو عملت reflex، ما هو الفايبر اللي شابك بالعضلة اصلا مضروب تمام، فهل انت متوقع يصير في عندك اصلا reflex؟ لا تمام، ممكن reflex رح تصير، لكن هل رح يصير في عندك contraction العضلة؟ لا. ليش؟ لانه ببساطة اخونا الفايبر اللي شابك بالعضلة اللي بده يشغلها شايف هذا الالفا، او حتى ممكن يكون جاما يعني حسب شو الليج، طبيعة الليج نفسه، بس يعني حسب هل في المشكلة بالنيوكلياي، حسب هل المشكلة بالفايبر. يعني المهم بالاخير الفايبر اللي بده يشغل العضلة ماكل الهواء مش شغال، فما دام مو شغال حتى لو انت عملت له ريفلكس ما راح يصير في عندي كونتراكشن تمام، لانه انا مش مشكلتي اصلا مع السيجنالز، السيجنالز عم توصلني بشكل طبيعي تمام، لكن انا مشكلتي الحقيقية انه الاعصاب ما عم تشتغل، الاعصاب اللي شابكة بالعضلات مو شغالة تمام. طيب فحتى لو عملت ريفلكس ما راح تشتغل تمام، وبالتالي ما دام انا ريفلكس عندي هون زايده، وما دام الريفلكس هون مش موجوده، فاكيد المسل تون هون ما راح تكون موجوده، وهون راح يكون عندي افلست، بينما هون، بينما الريفلكس هون راح تكون شغاله وبشكل اقوى، فاكيد بتوقع انه حيكون في عندي هايبرتونيا، ومش بس هايبرتونيا، راح يكون في عندنا مسل اسباستيسيتي تمام. يعني بمعنى اخر حتكون عندي تون جدا عالي تمام، وخصوصا في الانتي كرافيتي ماسلز اللي كثير بتكون الريفلكسز فيها شغاله تمام، او اللي كثير خلينا نحكي بوصلها مين، جاما فايبرز تمام. طبعا هي ايش سببها؟ جاما ريجيديتي، فسرناها قبل شوي، فسرناها المحاضره الماضيه، وتعمل كلاس نايف رياكشن اللي فسرناها ايضا المحاضره الماضيه تمام، اللي هو بيعمل خلينا نحكي ستريتش ريفلكس جدا قويه، او خلينا نحكي ستريتش قوي. في البداية بتكون عندي stretch reflex جدا قوية، عاملة contractions جدا قوية، بتقاوم موضوع الستريتشنج في البداية، لكن بعدين توصل لمرحلة انه خلص بتبطل قادر انها تقاوم، بتعمل relaxation. ليش؟ بسبب انه وصلت لcontractions جدا قوية وجدا عالية، وعملت تفعيل لمين؟ للinverse stretch reflex. هذا الشيء شرحناه بالمحاضرة الماضية. طيب التندون جيرك حكينا ما في عندي reflex، معناته ما راح الاقيه هون. السوبرفيشال reflex ما في عندي اي نوع من انواع الريفلكسز هون شغالة اصلا، فهاي مو شغال وهاي مو شغال تمام؟ انه حكينا لا الفولنتري هون شغال ولا الانفولنتري. ليش؟ لانه ببساطة النقطة النهائية اللي لازم تشتغل مو شغالة تمام؟ طيب الشغل الثاني اللي هون التندون جاكس حكينا اكيد رح تشتغل وراح تكون زياده كمان، يعني هون رح تلاحظها بشكل اقوى، وممكن يصاحبها ايضا كلونس بسبب الانفيرس ستريتش ريفلكس اللي ممكن انها تحدث، which is the most diagnostic feature of this lesion. يعني انا لو اجاني واحد عنده باراليسيس دميز هل هي upper motor ولا هل هي lower motor، اهم طريقه للتمييز لكلونس، ادور على الكلونس تمام، لانه الكلونس هناك اكيد ما راح يكون موجود، ما في اي نوع من انواع الريفلكسز موجوده في اللور موتور نيورون ليجنز تمام. طيب هذا بخصوص التندون جيرك. بضل عندي السوبرفيشال ريفلكسز هون. طيب السوبرفيشال ريفلكسز هون ما راح تكون شغاله تمام. طب انت حكيت لي ريفلكس هون راح تكون زايده، صحيح، بس هذيك الريفلكس المربوطه بالجاما ريجيديتي، لانه مين بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها ريتيكولار فورميشن تمام، بينما هذول ابدومينال والكريماستر هيك بيحتاجوا بعض السيجنالز اللي بتكون
بيراميدال او فولنتري. فلو ما صار انا في عندي لو ما دام انا الابر موتور نيورون ليجن بضرب لي البيراميدال او بضرب لي الفولنتري ريجنز او بضرب لي الابر موتور ليجنز، بالتالي ما اتوقع لا يكون شغال عندي الابدومينال ولا الكريماستريك او هنحكي السوبرفيشال ريفلكسز ما راح تكون شغاله. في اللور موتور نيورون ليجن حكينا شو بتكون المشكله من الفايبرز اللي شاكه فيها. طيب على مستوى البلانتر ريفلكس حكينا ما في عندي اي ريفلكس بتكون شغاله، بينما هون ايش بيكون في عندي الموضوع؟ هون الموضوع حيكون مختلف، وهسه كمان شوي بنشرحه على الصوره بشكل مفصل، موضوع اللي هي البلانتر ريفلكس. تمام؟ طب المسل ستيتس حكينا بما انه انا فيش عندي هون اي انواع من الريفلكس، معناته هل انا عندي اي تون موجوده؟ لا، ما دام ما في عندي اي تون موجوده معناته العضله شو راح يصير فيها؟ راح يصير لها ويستنج او اتروفي. شو سببها؟ الديس يوز. تمام؟ انه انت ما عم تستخدمها. باختصار الاشي اللي ما بتستخدمه بتخسره. تمام؟ طيب المسل ستيتس هون الموضوع حيكون مختلف، رح يكون انت في عندك ريفلكس شغاله، وبالتالي حيكون في عندك تون قوي. التون القوي بقلل مستويات الاتروفي او بقلل مستويات الديجنريشن، بس ما بيمنعها قطعا، لانه ببساطه العضله بتعتمد بشكل اساسي على مين؟ على الفولنتري موفمنت، على الفولنتري موفمنتس. يعني الاشي اللي بيحميها من الاتروفي بالدرجه الاولى هو الفولنتري موفمنتس. بطل في عندي فولنتري موفمنتس قطعا رح توصل لاتروفي، بس الاتروفي اللي حتلاقيها هون قطعا مو زي الاتروفي اللي حتلاقيها هون. ليش؟ لانه هون في عندك مسلتون قويه، في عندك ريفلكسز شغاله بشكل قوي، بتحافظ شوي على العضله نفسها من الاتروفي. تمام؟ وهون تجميع للكلام اللي احنا حكيناه، نفس الكلام شرحناه بشكل مفصل، بس ضل عندنا اللي هو موضوع اللي هي اللي هي موضوع البلانتر ريفلكس. طيب خلينا نفصل اكثر بالبلانتر ريفلكس عشان ننهي الموضوع. تمام؟ بالنسبة للأبر أند لور موتور نيورون ليجنز، طيب بدي أنا أفهم شغلة معينة، البلانتر ريفلكس كيف بتصير؟ تمام؟ حكينا عنها سابقا، لكن هسا خلينا نفهمها بشكل مفصل عشان ننهي. تمام؟ طيب البلانتر ريفليكشن البلانتر يعني إيش الإشي الطبيعي اللي حيصير؟ لو أنا عملت هاي الحركة، الإشي الطبيعي إنه يصير هو إشي بسميه باسم البلانتر ريفليكشن. شو يعني؟ هسا في عندي تنتين، في عندي بلانتر في عندي دورسيفليكشن، هذا المفروض فاهمينه من الأناتومي. البلانتر يعني باتجاه مين؟ باتجاه السول، دورسي باتجاه الدورسال بارت. تمام؟ وبالتالي لما تتحرك الاصابع باتجاه البلانتر بارت هذا بنسميه بلانتر فليكشن، لما تتحرك للاعلى بنسميها دورسي فليكشن. اوكي؟ فاحنا فاهمين الان شو يعني كلمه دورسي وشو يعني كلمه بلانتر فليكشن. تمام؟ تمام. طيب هسه بحكي لك انه هاي الحركه اللي انت عملتها هي نوع من انواع الويذد هو الريفلكسز. تتذكروا لما كنا نحكي انه لو حطيت ايدك على شيء ساخن على طول رح تعمل كونتراكشن لنفس العضله؟ طيب فالمفروض ايش يصير في انا عندي هون؟ كونتراكشن. الكونتراكشن المفروض ايش يعمل؟ يسحب لي الاصابع للاعلى. تمام؟ هذا الشيء الطبيعي المفروض انه يسحب لي، او ايش الشيء اللي المفروض انه يصير؟ لانه هاي نوع من انواع الويذد هو الريفلكسز، فالمفروض الاصابع ترتفع للاعلى. لكن بيكون انه في عندي نظام علوي موتور ابر موتور بارت. تمام؟ او خلينا نحكي البيراميدال سيستم. تمام؟ هذا البيراميدال سيستم او الفولنتري سيستم او سميه شو ما بدك تسميه، المهم هذا الفولنتري سيستم رح يعمل انهبيشن لهاي الريفلكس، رح يعمل انهبيشن لهاي الريفلكس. فايش بصير عندي؟ بدل بيصير عندي دورسيفليكشن بصير في عندي بلانتر ريفليكشن، وهذا الشيء طبيعي تماما وبنشوفه عند غالب الناس الطبيعيين. طيب معناته لو انا فقدت الفولنتري او فقدت اللي هو مين؟ اللي هو البيراميدال. تمام؟ لو بطل انا في عندي بيراميدال او بطل في عندي فولنتري، فشو بتوقع؟ ما راح يكون في عندي انهبيشن للريفلكس. وما دام ما راح يكون في انا عندي انهبيشن للريفلكس، فالمفروض ايش يصير في عندي؟ الويذد هو الريفلكس تحدث، وبالتالي الاصابع ترجع لورا ويصير في عندي دورسيفليكشن. طب هذا الشيء متى بيصير؟ متى انا ممكن الفولنتري سيستم او البيراميدال سيستم ما يكون شغال؟ يعني بتكون الاكتيفيتي تاعيته قليله، زي لما تكون نايم مثلا، يعني لو واحد نايم عملت له هاي الحركه راح يعمل لك ايش؟ راح يعمل لك دورسيفليكشن. تمام؟ هل هذا الشيء معناته انه عنده ابر موتور نيورون ليجن؟ لا لا لا، الوضع طبيعي جدا، هذا بسبب فقط انك انت ايش عملت؟ انه انت ببساطه بتكون البني ادم نايم او البني ادم في كوما. تمام؟ والبني ادم مش شغال عنده او البيراميدال خلينا نحكي او الفولنتري سيستم بيكون يعني الاكتيفيتي تاعيته قليله، فبطبيعه الحال ما راح يصير في عندي انهبيشن للريفلكس، فبيرتفع الاصابع للاعلى وبالتالي بتقوم الريفلكس او الويذد هو الريفلكس بتحدث بشكل طبيعي. تمام؟ اوكي، فهاي هي الفكره اللي عندنا اياها. الان
ممكن يكون سببها ليجن، ممكن يكون سببها ليجن. طيب لو كانت تشايلد وصاحي فبرضه الموضوع طبيعي، ليش؟ لانه التشايلد ببساطه البيهاميدال تراكتس بتكون بهاي المرحله ان مايلينيتد ونوت كومبليتلي ديفلوبد، يعني لسه ما بيكون بالقوه الكافيه اللي يعمل فيها انهيبيشن للريفلكس، وبالتالي ما بيقدر يوصلنا لهاي المرحله، فبيكتفي فقط بهاي المرحله. تمام. طيب كمان مشكله ممكن يكون ابر موتور نيورون ليجن. تمام. نعم بيكون في عنده هايبر ريفلكسيا، بس مش هاي المشكله الحقيقيه. المشكله الحقيقيه انه انت عندك البيهاميدال بيكون ضارب، اي شيء فولنتري انت حتعمله ما راح يكون شغال، ما في عندك سيجنلز، ما في عندك انهيبيشن، وبالتالي راح يضل عامل دوس ريفلكشن نتيجه الويذدرول ريفلكس. تمام. اوكي، اذا بمعظم الحالات وعند البني ادم الطبيعي المفروض يصير في عندي بلانت ريفلكشن نتيجه حدوث الانهيبيشن للدوس ريفلكشن باي مين، باي ذا فولنتري. تمام. طيب لو انا ما صار في عندي الانهيبيشن باي فولنتري، يا بيكون نايم، يا بيكون تشايلد لساته، يا بيكون بكوما، يا اما بيكون في عنده ايش، يا بيكون في عنده upper motor neuron lesion. تمام. طيب والقاعدة تقول بغض النظر شو السبب، بغض النظر شو النتيجة، وجود الدوسيفليكشن يدل على إشي بسميه باسم بابينسكي ساين. إذا كلمة بابينسكي ساين سواء كانت بتدل على إشي باثولوجيكال أو بتدل على إشي فيسيولوجيكال، فبجميع الأحوال الإشي الأكيد إنها بتدل على دوسيفليكشن. تمام. يعني مش شرط إنه أنا إجي شفتها تكون 100% إيش، 100% باثولوجيك، لا ممكن تكون فيسيولوجيك أو إشي طبيعي لأنه نايم مثلا، أو لأنه بكوما، أو لأنه مثلا طفل. تمام. لكن الأكيد لما أشوف كلمة دوسيفليكشن معناته هاي عنده بابينسكي ساين، سواء كانت البابينسكي ساين هاي فيسيولوجيك أو باثولوجيك. تمام. وبس هيك إحنا بنكون أنهينا هاي المحاضرة. يعني إن شاء الله أن تكون محاضرة سهلة وواضحة، يعني حاولت قدر الإمكان الصور تكون واضحة بحيث أنها تسهل الفكرة بشكل كامل، وإن شاء الله أنه هيك الأمور 100%. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.